لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 30، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا سكوت الإشارة على افتراءات الوهابية. شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ جيل صادق وهو بيقرأ من فتح الباري نقلا عن البيهقي أن سعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء. ونقل كلام ابن بطال وقال لغرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف. وشفنا رد الشيخ الوهابي السلفي خالد الفليج إن علو الله عز وجل محل إجماع، وقد دلت عليه القواطع العقلية والقواطع النقلية والفطر السليمة، ومنها ذكر أمثلة تعرج الملائكة وإليه يصعد الكلم الطيب، وصفه النزول المعارج كلها تفيد إنه في العلو. واللي ينكر الأدلة على علو الله زي ما أثبتها الشيخ الوهابي السلفي خالد الفليج يبقى بينكر علو الله. وفي حلقة النهاردة هنشوف النتيجة المنطقية لإنكار علو الله، وهنشوف الشيخ خالد الفليج هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. ولو كان الله في كل مكان كما يقوله المتصوفة أو كما يقول أهل الكلام لما ذكر الله الصعود ولما ذكر الله العروج. الشيخ خالد الفليج السلفي طبعا بيقول إن الله ذكر الصعود إليه وذكر عروج الملائكة إليه، وده أكبر دليل على بطلان عقيدة المتصوفة وأهل الكلام اللي هم طبعا أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة اللي بيقولوا إن الله بذاته في كل مكان. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي الشيخ الفوزان هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستو على عرشه. أين يكون مختلط بالعالم؟ هذا كفر. اللي يرى إن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس، ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات. يقول الله في كل مكان، أسأل الله العافية. نعم. الشيخ الفوزان قال إن الآية اللي بتقول أأمنتم من في السماء دليل على إن الله في السماء فوق سماواته مستوي على عرشه، واللي بيقول الله في كل مكان ده كافر، لأن كده معناه إن الله مختلط بالعالم، لأنه لا ينزه الله عن الاختلاط بالناس ولا عن مواضع القذرة. وخلينا نشوف الشيخ ابن عثيمين هأكد لنا الكلام ده في الفيديو اللي جاي. القول بأن الله بكل مكان كفر، لكن يبيجينا إن شاء الله تعالى في آخر البحث الفرق بين التعيين والإطلاق كما أشار إلى شيخ الإسلام. نحن نطلق بأن من قال إن الله تعالى في كل مكان كافر، لكن بالنسبة للشخص المعين ما نكفره حتى تقوم عليه الحجة، لأنه ربما يكون هذا عاش بين رجال يقولون ذلك، وما أكثرهم الآن. يعني جميع الرافضة الآن حسب ما سمعنا أنهم كلهم يقولون إن الله في كل مكان، وغيرهم من الناس يقول الله في ذاته في كل مكان. طيب إذا عاش العامي بين هؤلاء وش ذنبه؟ ابن عثيمين بيقول إن اللي يقول إن الله بذاته في كل مكان يكفر، والشيخ خالد الفريش بيقول إن أهل الكلام والأشاعرة بيقولوا إن الله في كل مكان بذاته، وطبعا ده تكفير لكل الأمة الإسلامية أو تكفير للأغلبية العظمى من الأمة الإسلامية. فهل فعلا أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة بيقولوا إن الله بذاته في كل مكان؟ نشوف مع بعض الشيخ جيل صادق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا رحمنا الله وإياكم بتوفيقه أنه لا يقال عن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان، إنما الصواب أن يقال الله موجود بلا جهة ولا مكان. الشيخ جيل صادق بيقول لا يقال عن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان، إنما الصواب أنه يقال الله موجود بلا جهة وبلا مكان. يعني الأشاعرة مش بيقولوا إن الله بذاته في كل مكان، فهل فعلا أهل الكلام
اللي من أهمهم الأشاعرة بيقولوا إن الله بذاته في كل مكان، والكلام ده يعتبر كفر. وعشان نتأكد من النقطة دي هنشوف مع حضراتكم جواب مستشار مفتي الأزهر الدكتور مجدي عاشور على سؤال هل الله في كل مكان، ونشوف مع بعض. أولادها لما تيجي تصلي بيهم ويصلوا معاهم تعالوا ده ربنا في كل مكان، فبيقولها من قال إن الله في كل مكان فقد كفر، فهل أنا كافرة؟ لا، احنا طب هنعمل في الايه وهو معكم اينما كنتم. طب نقول ايه؟ ده قران اهو، ان ربنا معنا اينما كنا. بس اللي بنقول ايه؟ مش معنا يعني نازل يقعد معنا متحيز، مش شخص هو وليه حجمه وبتاع، لا، ولكن معنا بمعيته، بعلمه، بقدرته، بلطفه، برحمته، بعفوه، بامداده ومدده، حاجات كتير. فده المعنى، نوضح لهم ان معانا في كل مكان، يعني مش جسمه هو نازل والعياذ بالله وحاشا وكلا، انما هو معنا بعلمه وقدرته. وزي ما شفتوا حضراتكم مستشار مفتي الازهر الدكتور مجدي عاشور وهو بيقول ان معنى ان الله معانا مش معناها ان الله بذاته معانا ومتحيز بشخصه وليه حجم، لا ابدا، بس الله معانا بمعيته، بعلمه، بقدرته، بلطفه، برحمته، بعفوه، بإمداده، وإنه معانا في كل مكان، مش جسم نزل بذاته إنما هو معنا بعلمه وقدرته. وخلينا نشوف مع حضراتكم الشيخ الأشعري جيل صادق وهو بينقل من كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للإمام البيهقي، التأكيد لكلام مستشار مفتي الأزهر الدكتور مجدي عاشور، إن الأشعرة بيقولوا إن الله في كل مكان بعلمه وقدرته مش بذاته. ونشوف مع بعض. باب القول في الاستواء. ثم يقول في الصحيح 55 والأخبار في مثل هذا كثيرة، وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ جيل صادق وهو بينقل من أهم كتب العقيدة عند الأشاعرة كتاب الاعتقاد للبيهقي إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته، والمفاجأة إن الشيخ الجامي مازال مصر على إن الأشاعرة بيقولوا إن الله في كل مكان وفي كل شيء طبعا بذاته. وهنشوف الشيخ الجامي هو بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. وإن قرأت في كتب الأشاعرة التي بدأت تنتشر الآن بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء، فلتعلم بأن من يعتقد بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرف ربه. الشيخ الجامي بيقول خلي بالكم من كتب الأشاعرة اللي ابتدت في الانتشار وفيها ان الله في كل مكان وفي كل شيء، لازم تفهم ان اللي يقول كده لم يعرف ربه. ودلوقتي انا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة الشيخ خالد الفريش بيقول لو كان الله في كل مكان كما يقول المتصوفة وكما يقول اهل الكتاب اهل الكلام، ما كانش ذكر الله الصعود وما كانش ذكر الله العروج. والشيخ الفوزان قال ان الله قال عن نفسه أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستوى على عرشه، أين يكون؟ يكون مختلط بالعالم، هذا كفر. الشيخ العثيمين أكد بأن القول إن الله في كل مكان برضو كفر، من قال إن الله في كل مكان كافر. والشيخ الأشعري جيل صادق نقل لنا من أهم كتب العقيدة عند الأشعرة وهو كتاب الاعتقاد للبيهقي إن الله في كل مكان بعلمه مش بذاته. بس الشيخ الجامي قال من يعتقد بأن الله في كل شيء وفي كل مكان زي الأشاعرة لم يعرف ربه. وسؤالي للأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب وكل علماء الأشاعرة في كل مكان، سؤالي برضو لعوام المسلمين اللي نسبتهم 95%، إزاي أنتوا ساكتين على افتراءات الوهابية عليكم؟ وإزاي ساكتين على تكفيرهم ليكم؟ هل هو سكوت لأنهم على حق، ولا أنتوا بتخبوا عكس اللي بتقولوه، ولا خايفين تتحرموا من الحج والعمرة؟ ياريت حد يجاوبنا من الأشاعرة لماذا يسكت الأشاعرة على افتراءات الوهابية
وتابعوني والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.